تمنح وزارة الصناعة والمديرية العامة للتنمية الصناعية تسهيلات وإعفاءات جمركية للصناعيين والراغبين بإنشاء معامل ومصانع، إضافة إلى إعفاءات على استيراد المواد الأولية الداخلة في الإنتاج وفق القوانين النافذة في قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لعام 1998 وقانون الاستثمار 13 لعام 2006. وتوصف هذه الإعفاءات بأنها واحدة من الخطوات والإجراءات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وتشجيع العاملين فيها من خلال تخفيض كلف الإنشاء والإنتاج. هذه التسهيلات على الرغم من استفادة الكثيرين منها، لكنها أيضا لم تخلو من شبهات فساد من قبل بعض الأشخاص الذين يخالفون التعليمات ويستغلون إجازاتهم الاستثمارية وترخيصاتهم الصناعية في استيراد كميات ونوعيات كبيرة ومختلفة من المواد الإنشائية والصناعية المشمولة بالإعفاءات الجمركية وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار تجارية مرتفعة، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على استمرار غلاء الأسعار بصورة عامة، إضافة إلى احتمالية عدم إنشائهم للمعامل التي حصلت على هذه الرخص والإجازات. هذه الظاهرة تؤثر بحسب معنيين على عمل أصحاب المعامل والمصانع العاملة والمنتجة بصورة حقيقية بسبب التنافس غير المشروع في الاستيراد، ما يولد عبئا يضاف إلى مشكلات أخرى تؤرق أصحاب القطاع الصناعي الخاص وتعرقل عمله كالطاقة وحصص الوقود غير المنتظمة من النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تنعكس على أسعار المنتوجات الوطنية التي تفوق بها في بعض الأحيان أسعار نظيراتها المستوردة. ولدعم القطاع الصناعي يطالب مختصون وعاملون فيه بتعديل قانون الاستثمار الصناعي، لا سيما مدة الإعفاءات الجمركية البالغة 10 سنوات من تاريخ منح الإجازة وتعديلها لتبدأ من تاريخ العمل والإنتاج لضمان عدم ضياع جزء منها خلال التأسيس والإنشاء، إضافة إلى تفعيل الجانب الرقابي لتحديد المشاريع الحقيقية التي تستحق الدعم والامتيازات لدعم الإنتاج والاقتصاد المحلي. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، بغداد.